السلام عليكم. اليوم رانا في السويقة تاع قسنطينة، وهذا نهار تاع جمعة، المحلات مغلوقة، يعني في أيام الأسبوع الشارع كما هذا ما تقدرش تمر به بالسيارة، معمر يعني بالشارع تاع السوق هنايا. إذا اليوم نغتنم الفرصة تاع اليوم تاع الجمعة، ما كاش تجارة في اليوم الجمعة، إذا نغتنم الفرصة باش نقدر نصور بالسيارة، لأنه تصور أبي تاخذ وقت كبير. إذا نمشي خير بالسيارة كل الشوارع، نشوف الهندسة المعمارية هنا، يعني شوارع رائعة لابد من يعني صيانتها، سيرتو شارع كما هذا هنا كاين أزقة ممكن تكون فيها يعني تهيئات، لكن كما شوارع كما هذه لازم تكون تهيئة جيدة، وكذلك لازم تكون باش تولي محلات تاع أكل خاصة، ماشي الأسواق تاع هذيك الأسواق وكذا، لازم يكون فيها محلات تاع دي ريستورون مطاعم وكذا أفضل. تكون طويلة برا في يعني في تمد أفضل، تمد أفضل كثير من طويلة تاع الأكل. يعني إحنا ما رناش دولة سياحية، لكن لو كان نحاول يعني أن نحب نطور هذه السياحة، وعندنا إمكانيات هائلة هنا، شارع كما هذا ممكن ترجعوا يعني أفضل من هكا، تعاود تسدمو تفنيني مليح أفضل، ويمد شيء رهيب يعني من قضية السياحة، مكان جميل جدا باش يكون فيه تكون فيه المطاعم وكذا مليح، خاصة وأنه في وسط قسنطينة فيه معالم تاريخية هنا جميلة كثيرة. فيه على كل حال خليكم تابعوا الرحلة نتاعنا في المدينة القديمة تاع قسنطينة، والسلام عليكم. وهنا رانا الجسر نتاع سيدي مسيد، سيدي مسيد الزخم المعماري تاع مدينة قسنطينة غير مسبوق يعني.
هذه البنايات تحتاج إلى تجديد كلها. لازم، لكن تحتاج إلى أموال كثيرة كثيرة. وهذه مسلكها غير تكون سياحة مقننة، لازم تكون فيه سياحة. المداخيل تاع السياحة ممكن ندير صيانة إلى كل هذه الشوارع الجميلة جدا. رحمة ربي.